مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من جمال التراث والفولكلور. اليوم حنتكلم عن فولكلور له آلاف السنوات، يعني صراحة سنظلم الفولكلور العراقي بالتحدث عنه في حلقة، وسنظلم ضيوفنا لأنه اليوم لدينا ضيوف عمالقة في معرفة الفولكلور وفي تفصيل الفولكلور. صراحة هم أكاديميين مش بس مغنيين وفنانين، وحتكون حلقتنا يعني غزيرة. أنا ونسرين اليوم الكوخوست معاي، بتشرف بوجودها معاي. أهلا وسهلا فيك يا نسرين. شكرا لك دكتور جمال، مساء الخير لك ومساء الخير لكل متابعينا وين ما كانوا ببلاد العالم، وخاصة في القارة الأمريكية الشمالية في كندا تحديدا وأمريكا أيضا. شكرا لكم ولمتابعتكم الليلة حوارنا. طبعا لأنه في حقه أكيد، ونحن صغار أمام العمالقة الذين سوف نحاورهم الليلة، لأنهم سوف يتناولون الحديث عن التراث العراقي الثري الغني. تاريخ العراق يعود إلى آلاف السنين، هي بلادنا بين النهرين، ويعني أنا متشوقة جدا لهذه الحلقة دكتور جمال، ونحن نتحدث عنها يعني خلال يعني أسبوع صراحة، ومن خلال البحوث ومن خلال القراءة أنا فعلا متشوقة لحلقة الليلة، شو رأيك؟ أكيد أكيد، يعني شوفي، هو لم يخرج العراق إلا عمالقة، يعني سواء بشعبه، سواء بفنه، سواء بفولكلوره، سواء بثقافته، بكتابه، بعلمائه. فلم نعرف عن العراق إلا عمالقة، يعني صعب أن نقول أنهم أشخاص طبيعيون. فعلا كان عندهم إبداع وعطاء للمجتمعات العالمية، وبنشكرهم على كل ما يقومون به، وندعو لأهل العراق إن شاء الله كل الخير والبركة. خليني دائما أحاول أقدم الضيفين بما ايوه استطعت، لن أعطيهم حقهم. أنا بقولكم لأنه السيرة الذاتية لما عملنا لهم ريسيرش ما شاء الله كل واحد 4 5 صفحات، يعني بدنا ساعة بس نقرأ السيرة الذاتية. فخليني أبدأ بضيفي الأول وصديقنا من بعيد، من هولندا، الدكتور محمد كمر. أهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا بكم وشكرا لكم، وسعيد انه نلتقي بجمهورنا العزيز وبكم ايضا، ونتمنى ان شاء الله نكون ضيوف خفيفين نظر عليكم. أهلا وسهلا. طبعا الدكتور محمد حسين كمر الباوي، أستاذ العلوم والنظريات الموسيقية وآلة الجوزة والمقام العراقي، وهو المشرف العام لمشروع تسجيل وتوثيق المقامات العراقية، من مواليد ديالى العراق، أكاديمي، مؤلف موسيقي، ملحن وعازف لآلة الجوزة. لديه الدكتوراه في العلوم الموسيقية بدرجة امتياز من جامعة نورث أمريكا في 2016، عضو 10 15 اتحاد موسيقي وفنانين، وعمل رئيسا لقسم الآلات الموسيقية وقسم الأصوات، وأستاذا للنظريات الموسيقية وآلة الجوزة في العراق سابقا، وهو الآن مقيم في هولندا. أهلا وسهلا فيك دكتور. أنا حكيت لن أعطيك حقك لأنه السي في حيأخذ كل الحلقة، فأشكرك وأهلا وسهلا فيك وشرفتنا. أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم، شكرا. كما نرحب بضيفنا العزيز الغالي الحبيب الدكتور خير الله سعيد. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا ميت مرحبا، أنا سعيد بهذا اللقاء بكم، وجميل أن يكون هذا اللقاء حقيقة يعني يخصص إلى التراث والفلكلور العراقي، يعني وأنا سعيد جدا أن يكون معي الزميل وصديق الدكتور محمد القمر، وهي مناسبة جميلة واجتماعنا لأول مرة كأكاديميين نتحدث بهذا الموضوع، رغم أننا كنا أصدقاء شباب أيام بغداد. شكرا لك. دائما شباب، دائما شباب دكتور. سعادتي أيضا كبيرة دكتور. الله يحفظك الدكتور خير الله سعيد. خلينا أعرفكم فيه برضه بلحظات سريعة عشان تعرفوا من هو. هو مواليد بغداد، عمل بالصحافة لسنوات كثيرة بين عدة دول منها العراق وسوريا ولبنان ودول عربية أخرى. أسس النادي الثقافي العربي بجامعة الصداقة بين الشعوب اللي هي دروج بانارودوف في موسكو في عام 1996 عندما كان يدرس هناك، وأسس المنتدى الثقافي العراقي في موسكو 2003. له عدة مؤلفات
عدد كبير من المؤلفات، أهمها ثلاث موسوعات تعتمد علمياً، منها موسوعة بغداد الثقافية في العصر العباسي 20 مجلد، موسوعة التراث الشعبي العراقي 12 مجلد، وموسوعة الوراقة والوراقين في الحضارة العربية الإسلامية 6 مجلدات. لديه موسوعات أخرى منها مغنيات بغداد في العصر الرشيد، النظام الداخلي لحركة إخوان الصفا، عمل الدعاء الإسلاميين في العصر العباسي، خططوا بغداد في العصر العباسي، وراقوا بغداد في العصر العباسي. ما شاء الله سيرة طويلة، يعني سنحتاج وقتا طويلا للتحدث عنها. أهلا وسهلا بكلاكما. نسرين، إيش حابة تبدأي؟ إيش حابة تسألي؟ والله أنا صراحة عندي كتير أسئلة الليلة بجعبتي، لكن أنا بحب أبدأ لأنه دائماً منقول يمكن في جمهور يجهل عن تاريخ الفن العراقي، فبحب دائماً أن نعرف الجمهور بتاريخ الفن العراقي وأبرز مراحله التي مر بها. لكن نحن نعرف هي بلاد ما بين النهرين، وربما تاريخ الموسيقى يعود إلى آلاف وآلاف السنين ما قبل الميلاد، فهل لكم حدثتمونا عن تاريخ الموسيقى العراقية، كيف بدأت وكيف كانت بداياتها في العراق؟ يا ميلا يا دكتور، خير الله. الله يحفظك، تسلم، شكرا على الاتحاد الجميل هذا السؤال، وشكرا لكم إلى هذا الملتقى. بالحقيقة الموسيقى العراقية بدأت من وادي الرافدين في 1008 قبل الميلاد، وكانت لها أوليات فطرية إن صح القول اشتقها السومريون من خلال قصب البردي، بمعنى الأصوات والرياح التي كانت تعصف بأماكن المياه وأماكن الأهوار كانت تدع السومري، العراق السومري، أن يصغي بكل حواسه إلى هذه الأصوات. فأول آلة موسيقية اشتقها من هذا القصب كانت هي الناي. هذه أولاً. ثانياً، في تطور عمر الحضارة السومرية والبابلية والآشورية فيما بعد صارت هناك قفزات نوعية في اختيار الآلات الموسيقية. العود كان من ضمن الاختراعات البابلية بالألف الثالث قبل الميلاد، ومن ثم ظهرت آلات إيقاعية أيضاً. العود أحد الاختراعات اللي وجدت في العراق. نعم، بالعصر الأكدي يعني نسبة من يعني الأكديين هم اللي بنوا معلق الحدائق المعلقة أو الجناء المعلقة في بابل. نعم. شوف هذا، يعني هذا الإرث الحضاري الجميل يعطيك مدى الجمالية، لأن يكون هناك مع هذا الجمال في البناء أن يكون هناك جمالا روحي. والآثار البابلية للأكاديين تعطيك قوة الحضور الشخصي للحضارة العراقية في العهد البابلي. آنذاك تطورت فيما بعد وأصبحت حتى أن أحد الملوك البابليين كان يعزف على 8 آلات موسيقية. أحد الملوك كان يعزف على 8 آلات موسيقية. هذا يعني أن التراكم الكمي وفق ما نفهم يؤدي إلى تغيير نوعي، بمعنى أن الحضارة، حضارة بلاد ما بين النهرين، هذا التراكم خلق أصوات جديدة في أساس مهنة المعبد. ننتبه لهذه المعلومة، المعبد كان ينظم ويقبل المغنين بصفة منشد للإله. شوف هنا معنى التقديس، أن يكون هناك تقديسا لهذا الإنسان أو هذه الإنسانة، فكان يأخذه المعبد، بمعنى يضفي عليه حالة القداسة. نعم. المطرب والفنان والعازف يعتبر ضمن طقم التقديس للإله أو لمعبد الإله. هكذا كان يحترم الفنان بالحضارة
العراقية القديمة. طبعا تطورت هذه الأمور فيما بعد وأصبح إلى مدارس وأصبح إلى متخصصين وأصبح إلى أساتذة وإلى جوقات موسيقية. ربما الزميل الدكتور محمد القمر سيضيف على هذه المسألة. يعني خلينا نعطي الحديث إلى ثم أنا أستكمل حديثي فيما بعد. تفضل دكتور محمد، تحب تضيف؟ مثل ما تفضل الدكتور، يعني أنه الموسيقى هي دائما نشوف بدت يعني أيضا بالطقوس الدينية، فهنالك هنالك علاقة وثيقة ما بين الديني والدنيوي. فأنا يعني من أتحدث باختصاصي اللي هو المقام العراقي اللي يعتبر الهوية الغنائية والموسيقية للعراقيين، كون مدينة بغداد هي احتضنت هذا اللون من الغناء وكان مصدر يعني نشوءه هي مدينة بغداد، وكانت تسمى سابقا أيضا المقام البغدادي. يعني بدت جذور هذا اللون الغنائي جذورها دينية، بعدين انتقلت يعني أواخر القرن الثامن عشر إلى أنه أخذت الطابع الدنيوي في مجال التراث والموروث الموسيقي الغنائي العراقي. يعني احنا من خلال دراستنا لملامح التراث الموسيقي والموروث الغنائي وفق طرائق البحث المنهجية، يعني نشوف انه العراق متميز بتنوع السكاني وتعدد قومياته ودياناته ومذاهبه. من خلال هذا التنوع ايضا عنده تراث منوع. يعني نشوف انه مدينة بغداد بالذات اختصت في مجال المقام العراقي اللي المصادر اكو مصدرين للعودة تاريخيا الى هذا التراث، اي ما اقصد بغناء المقام العراقي اكو رأيين. الرأي الاول اللي يقولها الحاج هاشم الرجب خبير المقام العراقي يرجع انه موضوعة المقام العراقي الى العصر العباسي، كون بغداد كان مصدر الاشعاع الحضاري في تلك الفترة. الكل نعرف أنه بغداد كان يستقطب كل العلماء والفنانين، ويقال أنه فقط في بغداد كان ما يقارب أكثر من 150 مدرسة لتدريس الغناء والعزف. وفي تلك الفترة ظهروا أسماء كبيرة منهم إبراهيم وإسحاق الموصلي وزرياب، اللي الكل نعرف أنه كان له الفضل الكبير في تاريخ الموسيقى العربية العراقية يعني والعربية بشكل عام. فالحاج هاشم الرجب يعني نسب نشوء المقام العراقي إلى فترة العصر العباسي. الرأي الثاني اللي هو الأستاذ شعوب إبراهيم يقول انه هو تقريبا بداياته نقول انه ظهر، لانه مثل ما نلاحظ انه المقامات العراقيه تدخل فيها كلمات اعجميه مثلا من خلال التحرير والقطع والاوصال. ف بس عزيت نشاه المقام انه يقول تاثيرات اكو تاثيرات بعد الاحتلالات اللي صارت بالنسبة للبغداد بعد سقوط بغداد 1258 على يد المغول التتر، يعني بغداد تعرضت إلى احتلالات كثيرة، لذلك نشوف أكو تأثيرات فارسية وتأثيرات تركية يعني عثمانية في موضوعة المقام العراقي. وحتى كلمات أعجمية كانت تدخل، مثلا قارئ المقام من يغني لكي يجامل الحاكم أو في المجلس اللي يغنون به كان يستخدم بعض الكلمات أما كانت فارسية أو تركية. فالأستاذ شعوبي يقول إنه تاريخ المقام مثلا يقول يعود إلى أكثر من 800 سنة، يعني يعطي هذا التاريخ. دكتور محمد صحيحين، يعني دكتور محمد شعوبي وتجي الحاج هاشم الرجب، الرأي أنا أعتقد أنه بالصحة. يعني ف
انت تكلمت كثيرا دكتور نشوءها نشوءها يعني نقدر نقول بدت هاي هذا اللون بدا من فتره العصر العباسي اللي كان بغداد مصدر الاشعاع الحضاري الى العالم. يعني دكتور محمد تكلمت كثيرا عن المقامات العراقيه، هل المقامات العراقيه تقصد بها تلك التي ولدت في العراق ام انها مقامات فقط تستخدم في العراق؟ المقام العراقي لون غنائي، نشوف انه البلد الوحيد اللي اقترن اسمه باسم لون غنائي هو المقام العراقي، يعني ما بالضبط. والمقامات بالعراق تختلف عن المقامات العربيه. المقامات العربيه بالنسبه للوطن العربي من يجي يشرح لك المقام، المقام هو سلم موسيقي يؤلف من 7 درجات موسيقيه، فيقول مثلا مقام الرست، مقام البيات، لكن كلها تتألف من 7 درجات موسيقية، والدرجة الثامنة هي عودة إلى الدرجة الأولى ولكن بطبقة أعلى، وهكذا أو بطبقة أدنى يعني. لكن في العراق المقام هو أسلوب غنائي، صيغة غنائية. نعم. بدنا مثال، بدنا مثال، بحبين نسمع المقام العراقي عشان كمان لما بس أعطي تعريف عن المقام العراقي. صيغة غنائية تدخل يعني مقيدة بضوابط على قارئ المقام. إذا تلاحظون أقول قارئ المقام ما أقول مغني، لأنه ليش؟ لأنه كلمة قارئ أيضا كان المقام العراقي يدخل ضمن ما يسمى الموسيقى الصوفية أو الروحية. تلاوة القرآن نقول قارئ القرآن مثلا. لذلك انه اكو علاقه بين المقام وبين التراتيل والمناقب والاذكار النبويه. فهسه مثلا راح نسوي مثلا مقام الحجاز ديوان مثلا، نشوف انه اكو 5 خطوات قارئ المقام يجب ان يتقيد به. مثلا التحرير اللي هو بدايه المقام، ثم تأتي القطع والأوصال اللي هي الانتقالات النغمية، وهنا يبرز إمكانية كل مؤدي والفرق عن المؤدي الآخر. يعني هنا لأنه القطع والأوصال الانتقالات النغمية تكون صعبة، وكيف تحس بأنه هذا المؤدي متمكن من خلال هاي الانتقالات النغمية. هذا الخط الثاني اللي نسميه أو الخطوة الثانية في المقام العراقي، قلنا 5 خطوات. هي الخطوة الثالثة هي الجلسة. الجلسة هي حركة غنائية يرجع بها القارئ إلى أساس المقام لكي يتهيأ إلى الصعود إلى الميانات اللي هي البند الرابع بالمقامات، ثم بعد التحرير يجي عنده التسليم اللي هو نهاية المقام. فهسه أنا راح أسوي لكم شوية من الحجاز ديوان ونحاول نطبق التحرير يعني. نهاك عن الغواية ما نهاك، وذقت من الصبابة ما يا
الجزء هذا التحرير مال مقام الحجاز ديوان. الشعر طبعا للبهاء زهير، هذا القصيدة كتبها في رثاء ابنه اللي توفى وعمره 16 سنة، فكتب له هاي القصيدة. طبعا هذا بعد من يجي التحرير القطع والأوصال يحتاج إلى طبقات أعلى، وأنا هسه تعرفون ساعة 3:30 الفجر، أنا هسه يعني إذا أصعد الميالات يعني أشوف سيارة البوليس قدام البيت على راسك. لا لا أنا بكون بعمل مقابلة وبيكون الوقت مثلا فرق التوقيت 8-9 ساعات، فبيكون كثير صعب إني مثلا أطلع طبقات أعلى. بالضبط أنا عندي 3:30 الفجر يعني. الله يعينك الله يعينك. فكرة أنه يعني مع فرق التوقيت وهيك نحن كتير شاكرين لك أنه أنت يعني. لا بالعكس أنا كان يعجبني لأنه تدرون يعني من أغني المقام يحتاج كيف أفتح صوتي كيف طبعاً. إيه. طبعا هلأ بدنا تعرفنا عن الآلة اللي عزفتها. هاي آلة الجوزة، ورجينا إياها. الجوزة آلة وترية، هاي سميت بآلة الجوزة بالعراق فقط لأنها مصنوعة من مادة جوز الهند، هذا مادة جوز الهند مفتوحة من الطرفين. حلو. الطرف الأمامي يكون مغطى بجلد السمك لأنه تجي قطعة صغيرة عليها اللي تعبر عليها الأوتار لغرض إصدار الصوت الموسيقي. هاي مؤلفة من 4 أوتار ممتدة إلى 4 مفاتيح لغرض التيونينج أو الدوزان إحنا نسميه، وتربط بالمشط اللي يخترق هذا الزند، الزند من مادة خشب الزان يخترق هذا الشيش. إذا تلاحظون هنا هذا الشيش والمشط اللي يربط الأوتار يمتد إلى داخل الزند، يعني البورد اللي نستخدم به الأصابع لإخراج الصوت. وهاي المفاتيح 4 مفاتيح، هاي المفاتيح حديثة وليس المفاتيح القديمة من الخشب، ولكن هذا لأجل أن يكون التيونينج مضبوط 100% مع الآلات الموسيقية الأخرى اللي تصاحب الفرقة الموسيقية اللي تصاحب المقام العراقي يسميه التشارل البغدادي، وهو اتخذ موسيقي صغير مؤلف من 5 موسيقيين يعزفون آلة الجوزة والصنطور اللي بالمضارب، وعندك الآلات الإيقاعية الطبلة والرق، والآلة اللي الآن يعني ما يعزفون عليها كثير مثل ما كانوا سابقا في القرن 19 وبداية القرن 20، آلة النقارة أيضا آلة إيقاعية من جلدتين، واحدة دم والآخر تك. هاي فد معلومات بسيطة عن ال. قديش عمرها الآلة؟ ممكن تخبرنا؟ الآلة هاي أيضا مثل ما تفضل الدكتور ترجع إلى هاي أيضا من عائلة العود، كان ترجع إلى 2350 قبل الميلاد العصر الأكدي. أي نعم. يعني إحنا اليوم بنناقش حضارة وثقافة أكثر من 5-6 آلاف سنة بدنا نحشرها بحلقة، والله صعب يا جماعة صعب. والله مش مشكلة نسويها حلقتين ثلاثة، أنا يعني بالنسبة لي أنا عادي حسب توقيتي أنا معكم. نتشرف دكتور نتشرف. أنا الصنطور هو تفضلي. أستاذ محمد ذكرت آلة الصنطور وأنا لاحظت أنهم يستعملونها بكثرة في إيران. هل أصلها من بلاد ما بين النهرين وانتقلت هي هاي المنطقة بكثرة؟ حسب كتاب الدكتور صبحي أنور رشيد كتب عنده كثيرة في تاريخ الموسيقى وبالنسبة للآلات الموسيقية أيضا. الصنطور هي نوجدت بهذه المنطقة في آسيا، يعني الصنطور موجود تلاحظون موجود بالصين موجود باليابان موجود يعني، بس منبع هاي الآلة منبع هاي الآلة بلاد ما بين النهرين، وتطورت أكثر شيء في إيران. يعني دائما تلاحظون أنه الجوزة بالعراق قلنا فقط يسموها جوزة لأنها مصنوعة من مادة جوز الهند، في إيران يسموها الكمنجة، في مصر موجودة ولكن الأوتار مالتها من احنا نسميه من مصراء المصارين تبع الحيوانات. نعم بها وترين فقط يعزفوه بالصعيد، صعيد المصري، ويسموه آلة الرباب العجوز التسمية تبعها، احنا بالعراق نسميها جوزة. جوزة صحيح.
نعم موجودة جوزة كذلك أيضا يعزف في أذربيجان وأوزبكستان وأفغانستان والصين كذلك وفي إيران الهند أعتقد أيضا وصلت كل الهند في الهند أيضا نعم في الصين أيضا من يؤلف من وترين فقط في العراق عندنا من 4 أوتار لأنه يعطينا مساحة صوتية لعزف المقامات لكل المقامات يعني يحتاج لأن أكثر من أوكتافين غناء المقام قارئ المقام يجب أيضا أن يمتاز بصوت واسع يمتد إلى أوكتافين تقريبا لأداء كل المقامات العراقية. طيب في سؤال من الأستاذ محمد بيحكي متى بدأت أول فرقة عراقية بمعنى فرقة وكيف تطورت تلك الفرقة؟ دكتور خير الله عندك معلومات؟ لا هو هاي المسألة أنا خدونا مشينا مشي حلوة أنا والأستاذ فضل. محمد البقر فضل. بشكل أكاديمي منهجي بمعنى نعم. هاي الأسئلة كتبوها أنتم عندكم لكل الزملاء الأخ حيدر نعم. شوية محمد كتبوها عندكم خدوها على صابع عندما ينتهي الحوار نستطيع أن نضيف لها بمعنى ألا يكون قطع الإيقاع التاريخي الفني لمحور حديثنا حتى نكمل احنا معك نعم بهذه الأكاديمية لذلك انا اريد اسوي عوده صغيره تفضل اسوي عوده صغيره بمعنى انا اتحدث عن التراث القديم والدكتور محمد القمر يتحدث عن التراث الحديث بيصير نعم. حاله من الهارمونيه موسيقيا على شكل ايقاع اكاديمي بالبعد نعم. المعرفي بالضبط يعني افضل يكون شوف كيف بدات الموسيقى في بلاد الرافدين عوده على البدء الوعي الفطري نركز على هاي النقطة الوعي الفطري عند الإنسان العراقي القديم كان بإحساس عالي التقبل وعالي الانفعال بمعنى عندما تؤثر الريح كما أشرت في بعض حديثي على القصب يعطيك صوت وقلنا من خلال هذا الصوت اخترع النايل تبقى مسألة المطر ومسألة العواصف خلقت حالة من الإيقاع التراتبي بمعنى شلون بدأ العراق القديم يسمع الإيقاع إيقاع المطر إيقاع الرياح إيقاع الخيل إيقاع المواشي إلى آخره فاشتق طريقة سومرية ننتبه طريقة سومرية لضبط الإيقاع في الإنشاد الفردي أو الجماعي عندما كان الناس غير مكتشفين للآلات الموسيقية نعم. فاكتشفوا طريقة لضبط الإيقاع بضرب الرجل احنا بالعراق نسميها احنا العمارة انا من العمارة نسميها ضربة شاز وطقة اصبع انتبه عليه شلون هذا طقة الاصبع بابا عليه بابا شوف الاصبع شلون يصير ايوه العراقيين باوح عليه لا أيوة. تصبح مع ضربة رجل مع ضربة رجل هذا يعني الغناء الريفي العراقي هكذا بدأ أو صينية خلوا بيها مسبحة كما يفعل السيد محمد الله يرحمه نعم. لضبط هذا الإيقاع هاي المسألة السومرية ما نعم. زالت آثارها حتى اللحظة جنوب العراق صحيح موجودة لا زالت موجودة نعم أي هذه أدت فيما بعد إلى اكتشافات العقل العراقي بدأ القديم يريد أن يوظف هذا التراث بحيث يكون أمامك كل شيء هنا تعطيك التركيبة السيكولوجية عند الإنسان العراقي هو ميال للطرب من طبيعة السومرية وطبيعة العمل ماله في الحصاد وفي تسلق النخيل بالمناسبة تسلق النخيل لما يصير عملية التلقيح نسميه بالعراق أو باللغة العربية الفصحى يسمى التأبير فلاحي التمر كانوا عندما يصعدون النخيل ويأبروها أي لقحوا التمر كانوا ينشدون الموال أنا محمد شرت إلى أنا بالكتاب مالي اللي عندك دراسات في الموال العراقي كيف نعم. ابتدأ نعم. حصل عباس أيضا وإن شاء الله ربما حلقات قادمة يعني حديثنا طويل راح يكون دكتور بس لا تسمح لي دكتور بس مداخلة بسيطة بس هو ويا كلامك يعني إحنا بس نقسم موضوع أنه عائلة الآلات الموسيقية بالضبط مثل ما تفضلت أول اكتشاف كان لأنه مثل ما قلت كان يستخدمون ضرب الكفوف أو ضرب القدم بالأرض فمنها اجت اولا اكتشاف الالات الايقاعيه
فخر. بعدين الآلات الهوائية، بعدين فخر. الآلات الوترية. هو أنا جاية هاي النقطة أنا راح أفتتح بها أكمل بها حد. يعني شوف هنا معنى الهارمونية الأكاديمية، هو يفهم علي وأنا أفهم عليه تماماً تماماً. طبعاً أنتوا أيضا فاهمين، أنتوا لا تقلون عن. الله يخليك الله يحفظك. بعد القصب بدأت حالة من صنع الآلات الموسيقية من الخشب والمعادن والحجر ومن الجلود، وكلها من منتجات الطبيعة. من الطبيعة يعني ما جابوا شيء خارج من هذه المسألة. فتشوف بدأت عملية الطرق، يعني قصبة تنكسر بدأ يلعب بها الأولاد يضربون بها يطلع صوت، فبدأت عملية النقر على الآلات، على الشجرة، النقر على البلم أو المشحوف أو الشخطورة أنتم تسموه. هاي كلها خلت الآلات الموسيقية يكون لها منظور آخر وتفكير آخر. طبعا في متحف اللوفر في باريس هناك لوحة سومرية من نحت بارز تمثل عازفا على آلة السيتار، وهي آلة صغيرة تشبه آلة القانون. هذه صورة من تراث سومري في متحف اللوفر بباريس تسمى السيتار، وهي آلة صغيرة تشبه آلة القانون أو السنطور يعزف بحتى يديه، وراعي بهذا طبعا المتحف اللوفر هاي الصورة راعي يعزف على آلة الناي أو الشبابة. وكانت المدارس في العراق القديم تسمى إيدوبا، طبعا هاي بالألف الثالث قبل الميلاد. وكل هاي المكتشفات الحضرية في بالعراق كانت في مدن نفر وسبار وماري وشروباك، وكل هذه مدونة في بقايا ألواح سومرية. عثر المنقبون في أروقة معبد أنانا في مدينة أوروك أو الوركاء على أكثر من 3000 رقيم طيني في معبد نابو شاخاري في مدينة بابل، وهذه النصوص تخص على تعليم التلاميذ الفن والموسيقى. شوف الناس قبل 3000 سنة كان أحد الأساسيات بالتعليم الأساسي للفن العراقي هو الفن والموسيقى. والموسيقى عند سكان بلاد الرافدين تكمن في كونها أحد الوسائل التي يتم بواسطتها إقامة الشعائر الدينية. شوف 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 الربط وين. تتعلم موسيقى يعني أنت مؤمن بشكل جيد، بعكس ما هو عليه الآن من بدأت التحريمات للغناء والموسيقى. فالشعائر الدينية كان يلتزم أن يكون بها الموسيقيون لأنهم أساس الابتداء وأساس الغناء وأساس تقديم الشعائر الدينية والاحتفالات بالأعياد وأعياد رأس السنة ويعني الحصاد للفلاحين ومواسم البذور إلى جانب المعارك والحروب. نعم. يعني هاي مقدسين كانوا مقدسين كل هذه المجالات. شوف هاي النقطة المهمة. فضلاً على ذلك كان هناك مشهد في نفس دفن الموتى، هناك مشهد يسمى الوليمة في راية أور، ننتبه على راية أور. أور طبعاً أور غير محمد ابو مري عرفه بالناصريه عندنا، وعندنا اغنيه عليها مشيت ويا المقير رود عنا. طب سمعنا اياها دكتور سمعنا شويه. لا لا انا ما اعرف محمد، انا ما عندي صوت غنائي، انا رجل حديث ورجل شو اسمه هذا مشيت ويا المقير رود عنا. اي بهالشكل هذا هاي ربما ما بعد كمال السيد وغناء ياس خضر غناها. ياس خضر صحيح هذا هو أول. بس الكلام ما أعرف منه كتب عفوا يعني الشاعر. الشاعر هسق لك بيه شاعر من الناصرية. نعم. مات الله يرحمه مات قبل عريان سيد خضر. هسه أذكر يجي. على كل حال فالمهم عندنا هذه يعني التراكم الأولي أو الوثائق الأولية لحضارة بلاد الرافدين كان معروفة بأن هذه الفنون الأدبية والموسيقية ملازمة للرقيمات الطينية والتي تخص المعبد والديانة.
بمعنى ما في ديانة من غير موسيقى. دكتور خير الله، عندي سؤال لك، معلش عفوا على مقاطعة. هل اكتشفت هذه، طبعا انت ذكرت في المدونات، لكن هل وجدت بشكل مدون كتابيا ام بشكل بيكتوريال، يعني بشكل ايضا تصويري بالفنون الفنون المختلفه؟ حلو. كل الجميل. طبعا الاكتشافات بالعراق بدات في عام 1932. اكتشافات بدا بها الامريكيون والانجليز والفرنسيين والدنماركيين، باعتبار العراق هو يمثل الحضاره الاولى بالعالم. بالمناسبة حضارة بلاد الرافدين هي قبل حضارة الحضارة السومرية، عفوا الحضارة المصرية الفرعونية، الحضارة الفراعنة. نعم. الأولى الحضارة الرافدينية والثانية الحضارة المصرية. هذه المسألة مين يشير لها؟ مو أني، هذه يشير لها الدكتور طه باقر، عندك كتاب مهم جدا، وأتمنى كل المستمعين والقراء واللي يتابعون الآن يطلعوا عليه، اسمه مقدمة في تاريخ الحضارات. الجزء الأول خاص بحضارة وادي الرافدين، والجزء الثاني مخصص إلى حضارة وادي النيل. المهم هاي النصوص كانت عزيزتي نسرين كانت مدونة بالخط المسماري، تبع عليه الخط المسماري، يعني هاي الحروف اللي كان شبه بسمار يكتبون على الطين. هذه نقطة ننتبه جميل، هذا السؤال قادم إلى مدخل حلو. وهنا بدأت الكتابة، بدأت الكتابة في بلاد سومر. هذا قبل العالم كله، العالم كله. طبعا هنا صارت نقلة حضارية في عملية التدوين. طبعا هاي الأشياء في المقدمة مالتي لموسوعتي، موسوعة الوراق والوراقين في الحضارة العربية الإسلامية، أتوقف عند هذه النقطة. بمعنى أشير إلى أن مسألة الكتابة أخذت بعدا حضاريا، صار اكتشاف للذات من خلال الكتابة على الطين. بس هذا صار إشكال، لأن عملية التوريق، التوريق يعني الكتابة، شلون تكتب على الورق؟ الكتابة على الطين أو على الحجر. طبعا هاي مراحل، ربما في يوم من الأيام سوينا محاضرة خاصة عن مسألة الورق، لكن خلونا الآن في النصوص الغنائية الموسيقية اللي ظهرت في بلاد الرافدين. كلها كانت مدونة على الطين بالحرف المسماري. ما طبعا هذا كلها في تعليمات موسيقية بالخط المسماري. فوزي رشيد كما أشار زميلنا العزيز الدكتور محمد عنده كتب مهمة جدا في هذه المسألة، كان تشير على أن الآلات والتعليمات الموسيقية مثل القيثارة، طبعا القيثارة من إحدى ركائز الفنون الموسيقية في الحضارة السومرية والبابلية. نعم. وهي إحدى شعارات الموسيقى العراقية القديمة، أعتقد ظلت أيقونة حتى هذه اللحظة، وهي أيضا اخترعت في العراق، بكل يعني العراق، قيثارة السومرية مشهورة معروفة. إيه؟ إحنا الآن أنا ما زلت في مقدمتي إلى بلاد السومر وبابل. إحنا بعدنا قبل الميلاد، احنا الان نتحدث في الالف الثالث قبل الميلاد. فانواع الالات الموسيقيه وجدت في ذلك الفتره، طبعا كان ينظر الى التعليمات الموسيقيه، شوف تعليمات يعني يصدرها المعبد ويوقع عليها الاله او الملك، تعليمات اذا كل ابناء سومر انه يتعلمون العزف على اله القيثاره وكيفيه تسويه اوتارها. وما يؤكد أن الموسيقى كانت علماً كسائر العلوم، وكان حساب الصوت، تبول هذه المفردة، كان حساب الصوت من الدروس النظرية، لا سيما بعد ظهور آلة العود في بلاد الرافدين في الألف الثاني قبل الميلاد. الألف الثاني قبل الميلاد ظهر العود، حيث كانت هناك علاقة بين درجة الصوت وطول الوتر. نعم. شوف هذا البعد النظري، جد هذا الحكي امتى؟ بالألف الثاني قبل الميلاد. طبعا وكانت هناك الحضارة البابلية وجدت آلات موسيقية، عدة أنواع منها، الآلات الوترية مثل الجنك، وطبعا هو نوعين من عنده، جنك الزاوية وجنك الكنار. وأيضا ظهرت آلات أخرى تعد مكملة لهذه الآلات.
مثلا طبعا راح اخلي الامور هاي للاستاذ محمد، ربما هو دكتور محمد حنتقل اليك بسؤال. لا. كل الله. الكلام كل الكلام اللي حكاه الدكتور خير الله والالات والعلوم وحساب الصوت وحساب الوتر، كيف اثرت على الموسيقى الحديثه؟ يعني هذا شيء يعني نفتخر فيه مفروض كعرب وعراقيين او عشت في هذه المنطقه. شوف يعني احنا هسه نجي ناخذ العود كآلة رئيسيه، يعني شوف العود مثلا بداياته بدا بثلاث اوتار خلينا نقول، يعني بعدين تطور صار أربع أوتار إلى أن إجى الزرياب هو مكتشف الوتر الخامس. يعني كيف؟ الوتر الخامس أوتار كمان. أنا راح أحكيه، هو كان ثلاثة صار أربعة. أنا معك إيش فضل كمل. يعني حتى الأوتار مثل ما تفضل طريقة الأوتار، شوف يعني كان من خيط الحرير كان يستخدم، يعني من ياخذ الوتر الغليظ، يعني مثلا من 64 خيط مصنوع في تلك، من يجي الوتر اللي بعده لانه الصوت راح يكون مرتفع راح ينزل، يعني وتر عن وتر بمقدار الثلاثة أرباع. تشوف شلون يعني بتلاحظ الخيط الوتر الغليظ اللي يعطينا صوت القرار البيز 64 خيط حرير، يجي بعد الوتر الثاني اللي من ناقص 12 خيط، يعني تقريبا يصير 48 خيط حرير وهكذا. فكان العود بداياته ثلاث أوتار، بعدين صار قلنا أربع أوتار، إلى أن إجى الزرياب هو مكتشف الوتر الخامس، إضافة إلى أنه الريشة كان سابقا يستخدموها من الخشب. هذا الخشب كان يؤذي الأوتار، يقطع. يعني اجى اكتشف زرياب ايضا الريش تبع النسر، الريشة النسر هو اللي قام، وزرياب ايضا بالمناسبة هو من راح الى الاندلس الخليفة قربه من عنده، لانه كان ايضا اكتشف البرستيج والاتيكيت عند الطبقة الحاكمة. يعني نعم كان ايضا هو مكتشف حتى الأزياء، يعني الملابس الصيف شو وقت يلبسها، ملابس الشتاء أو الألوان، الأكل بالسكين والشوكة، هذا كله الزرياب معروف عنه. يعني كان يقولون كان كلش، وحتى كان رقيق بتعامله، يعني فلذلك هو كان من المقربين جدا للخليفة. والقصة كلنا نعرفها، قصة هجرته من بغداد بعد أنه أستاذه اللي كان إسحاق الموصلي بعد أن شاف أنه الخليفة العباسي يعني قرب الزرياب من عنده، لأنه كان يعرف عنده مدرسة موسيقية يخرج يعني كبار الموسيقيين، كان إسحاق الموصلي. فقال الحسن بن نافع كان عنده ذاك الوقت، لأنه بعدين أطلقوا عليه كلمة اسم زرياب. الزرياب هو الغراب علي. أبو الدكتور محمد علي بن نافع، موش الحسن، علي بن نافع هو الزرياب. الحسن بن نافع، لا علي. علي بن نافع المعلومة لا. أنت لأن أنت أنا كاتب عنها. نعم. عندي كتاب اسمه أوراق بغدادية من العصر العباسي، انتبه على التسمية مالتي، أوراق بغدادية. يعني زرياب هو كان يعني فلتة زمان، احنا نقول فلتة زمان بالضبط. يعني كان لأنه كان يعزف بحيث أنه عزف بحيث ضحك كل الموجودين، بعدين راح عزف بتشاهم دكتور محمد، يعني خلاهم يعني ينامون من السلطنة. يعني نعم. دكتور محمد، يعني زرياب كان شيء نادر في زمانه. يعني هل هناك شيء لزرياب لسه محفوظ ممكن سمعنا إياه؟ ما حافظ. لو يعني ثواني، هو الموشحات الأندلسية، الموشحات الأندلسية هو من اكتشافات زرياب. في فترته هو كان يعتبروه المجدد بالموسيقى العربية. نعم. يعني حتى احنا نعرف احد اخوة الخليفة، اعتقد ابراهيم، يمكن اخو الخليفة هارون الرشيد، ايضا كان هاوي موسيقى وعازف عود ويغني، صاحب صوت جميل. فكانوا هو يعني، وكان يعشق زرياب لانه
ايضا من رائد بالتجديد كان في وقته. صح. ابراهيم الموصلي كان معروف عنه انه متقيد بالكلاسيك يعني بالقديم كله، بس زرياب لا، زرياب كان مجدد يعني، حتى من كان يلحن زرياب كان يدخل في صومعة، يقول لك أثناء التلحين كان عنده جاريات اثنين، بحيث هو من يلحن بالليل ما يعرف أنه سوى، ثاني يوم ذني جاريات كان واحدة تحفظ من المرة الثانية وواحدة تحفظ من المرة الأولى، يعني شلون عندنا الريكوردينج الآن تسجيلات. فيقول لك أسماء كانوا يسموهم القينات، القينات مو سادي دكتور خير الله؟ إيه إيه هاي القينات، القينات قينة 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 بالكسر القاف قينة أي نعم وجمعها قينات، القينات بالضبط. فذني كان يحفظن الألحان مع الزرياب. صحيح. زرياب من راح إلى الأندلس، ولأنه محب للتجديد فهو أول من اكتشف اللون الموشح، يعني لحن من الموشح، لأنه كان تعرفون الموشح حتى تنظيم الموشح يختلف عن الشعر المتعارف عليه. صحيح. فالحان زرياب كلها كانت، بس أنا ما يحضر لي حافظ للحن أو شيء، أعتذر عن هذا الشيء. خير. أنا بشكر كثير على هالمعلومات القيمة، لأنه يمكن كثير من المشاهدين ما بيعرفوا أصل الموشح أو كيف تطور الموشح الأندلسي، وفعلا هاي معلومة كثير قيمة، وشكرا على المعلومة أيضا أن زرياب لم يكن فقط رجل موسيقى بل كان ذلك وأكثر أيضا. نعم كان إلى مكانة في بلاط، بلاط الخليفة يعني. نعم. إيه؟ على كل حال موضوع زرياب أنا أقترح موضوع مهم جدا، وصفه مجدد في الحياة، مجدد في الموسيقى، مجدد في طرائق الموسيقى، ومجدد في طرائق الحياة، وإلى قصة جميلة جدا. في يوم من الأيام أنا أقترح نسوي له حلقة خاصة. أكيد أكيد هو ملك الموسيقى. إذا وافقتم ودرجوها عندكم بأوراقكم طبعا، مو بس أكيد. إحنا أنا وأستاذ محمد آخرين، بس إحنا الآن نقترح اقتراح خلوها، لأن هذا الحديث دكتور محمد عنده معلومات، وأنا كاتب عنه فصل كامل بكتاب عندي، فصل في حوالي 50 صفحة يعني. نعم. وأعرف زرياب إيش سوى ما سوى يعني. فلذلك دايت شعب حديثنا، دايت شعب حديثنا بشكل يعني. صحيح. كلنا عارفين لهاي المعلومات. أنا معك. إحنا أيضا وخلوها على جدول أعمالكم، في يوم نسوي حلقة خاصة عن زرياب. وعد خلص من عندي من عند دكتور جمال وعد. دكتور خير الله، أنا عندي لك طبعا سؤال، طبعا لأنه حلقتنا نحن يعني الجمهور يعني متشوق لحتى يعرف أكثر عن التراث العراقي، نريد أن نعلم منك كيف تغير التراث العراقي بتغير الزمن، يعني عندما دخلت عليه الحداثة وطبعا بمرور الزمن، هل لك أخبرتنا؟ جميل هذا السؤال، رغم أنه كنت أتمنى أن أتأخر الأخير يعني. الحداثة بمعناها المعاصر هي التي جاءت بالقرن الثامن عشر، يعني سنة 1700 فما فوق. العراق تخلف عن هذه الحداثة، حداثة العراق الموسيقية وفي كافة التراث بدأت مع بداية القرن العشرين، يعني 1900 بداية القرن العشرين. لكن من الموصلي استاذي هاي من ناحيه الموسيقى، الموسيقى هو بالضبط عندما ادخل التنزيلات الدينيه بالضبط، عندما ادخل الموشحات الاخرى، لانه كان شيخ هو بالمناسبه. هذا المصري تلمذ على ايده السيد درويش، سيد درويش تلمذ على ايد ملا عثمان الموصلي في حلب، ملا الموصلي في حلب. ها في حلب، في حلب، لان كان هو سيد درويش اجى درس في حلب. صح. كان ملا عثمان الموصلي موجود هناك عند الجوقه اللي يدرسهم الموسيقى، لانه نعم. درس في تركيا في اسطنبول. نعم. اول شيء نعم. صحيح، كل صحيح. المهم نبقى في سؤال اللي سالته الاخت نسرين، فالتراث العراقي القديم وطبيعة العراق السيكولوجية، انتبهوا عليها شوية، تحافظ على هذا القديم
لأن ترى فيه ما يعبر عن ذاتها، لا سيما في مسألة المواويل الحزينة. المهم، دخل العراق الحداثة قلنا في بداية القرن العشرين تماما، القرن 1903 بالتحديد، يعني من ناحية 1903 وثلاثة. اي يعني احنا نسميها بداية القرن العشرين، دخلت الحداثة ودخل الشعر، لكن التراث الغنائي العراقي، أؤكد على كلمة غنائي، بدأ بالتحديث مع بداية الخمسينات بمنتصف القرن العشرين. بس إذا تسمح لي أستاذي العزيز، تفضل. إذا نجي بالضبط للموضوع الموسيقي، إحنا قلنا بدينا من ملا عثمان الموصلي، لأنه طبيعة الألحان الموسيقية قبل ملا عثمان الموصلي كان أحمد زيدان وشلتاغ، دول المجموعة اللي كانوا يأدون. ملا عثمان الموصلي لأنه استفاد من خبرته عندما راح إلى أسطنبول. صح. وتعرف نعرف احنا ايضا الموسيقى في تركيا في يعني في العهد العثماني، خلينا نقول، كان له دور وله مكانه كبيره. فمن عثمان الموصلي تعلم هناك، حتى تعلم العزف على العود، وبعدين الموسيقى من اكثر الفنون تاثرا وتاثيرا. فهو نقل ما يملك من خزين بالموسيقى والغناء العراقي. الغناء العراقي كان بسيط جدا، يعني من احنا نقول على المذهب والكوبلي كان نفس الشيء. يعني هسه من تجي مثلا الاغاني ربيتك صغير حسن ليش انكرتني بابا حسن، هذا المذهب. من يجي للكوبلي الموسيقى تعزف نفس الشيء، يعني ما في فد بناء موسيقي جديد. نعم. مثلا لا الله يرضى بهاي حسن لا هيجي قالوا، شوف تلاحظ الكوبليه المذهب والكوبليه نفس الشيء، الموسيقى نفس الشيء. بس وين اجى ملا عثمان الموصلي؟ هو بدايه الطفره، بدايه الحداثه. وبعدين منو سلموا من عنده استاذي العزيز؟ الاخوه صالح وداود الكويتي، هم بداية الحداثة في تاريخ الموسيقى العراقية. جميل جدا. شوف الموسيقية، بينما السؤال للسيدة نسرين أو الأخت نسرين، الحداثة، الحداثة مصطلح شامل يشمل ما مر أو ما دخل على الحياة في كافة فروع العلمية والمعرفية والاقتصادية والسياسية والتقنية، وكذلك بقية فنون الآداب والعلوم الأخرى. هذا معنى الحداثة، بمعنى صار لغة جديدة لمخاطبة المتلقي أو مخاطبة الناس. هذه بالعراق كانت متأخرة وما زالت بالحقيقة، سوى أنه الطفرات التي حدثت في الأدب العراقي بدأت في منتصف الخمسينات عندما اكتشف السياب قصيدة النثر الحديثة، وكذلك هو والشاعرة العراقية الأخرى اللي راحت من مصر مي زيادة. هنا دخلت الحداثة الشعرية، بينما العزيز الدكتور محمد أشار إلى الحداثة الموسيقية. يعني بالضبط في جانب الموسيقى. بالضبط سادي. شكرا توضيح. شكرا. فظلت الحداثة قائمة وبدأت تتجدد. دخلت الحداثة الشعرية الشعبية بيد مظفر النواب، وهذا مثل حديث آخر. المهم، إذا عندك بعد أسئلة ممكن تسأليها أو نترك المجال للأستاذ محمد يمكن يتابع. خلي شوية نغير الجو شوية بالعزف إذا ممكن. أيوة أيوة أستاذ محمد، في عندك سؤالين الآن إلك. يقولوا لك عرفت طلبة من عندي شوية موسيقى مقام الخنبات ناس. يس. جميل. شوية راح نعزف الخنبات وبعدين نشوف الأسئلة. ومقام الدشت. مقام الخنبات من المقامات العراقية الجميلة جدا. واللي غناها القبنشي، الأستاذ مطرب العراق الأول محمد القبنشي، وغنى واحدة من أجمل القصائد التي تتغنى في حب بغداد للشاعر خضر الطائي. ما شاء الله. سلام على دار السلام جزيل وعتبى على أن العتاب طويل، أبغداد لا أهوى سواك مدينة وما لي عن أم العراق بديل. فراح أعزف لكم المقام. جميل. مقام الخنبات. جميل. الله الله.
جواد جواد موسيبي محمد جواد موسيبي جواد جواد موسيبي محمد عيسى موسيبي وانت سبيته للهوى عجب انت ما تنسيبي. جميل الله جميل. عم بيجينا طلبات من المشاهدين حابين يسمعوا شوية تلامي، حابين يسمعوا أو تحكون على مقام الدشت، يعني الجمهور متعطش للمعلومات يعني. فأنا بعتذر، أنا بعرف إنه الحلقة واحدة لن تكفي، كمان حاب نضلنا على المسار أكيد مثل ما فضل الدكتور خير الله، نحن طبعا نحترم هذا الشيء، فعشان عم نحاول نرضي كل الناس يعني كل الأذواق بنفس الوقت يعني. احنا اولا هذه اول يعني لقائنا، جميل جدا ان اصدقائنا وزملائنا اللي يسمعونا الان يشوفون هذه المساله. بمعنى اخر احنا ما نتشدد اكثر من اللازم، يعني احنا بين حديث وحديث ممكن نفوت في الطلبيه معينه، يعني عزف مقام الدشت وعزف مقام اللامي. هذه المساله انا اقترح ايضا على اداره الملتقى ان نخصص للعزيز دكتور محمد القمر بحث خاص عن المقامات العراقية فقط، سجلوها. نعم. يوم نعم. يصير حديث عن المقام ويصير عزف عن مقام. انتبهوا هاي المسألة، ليش بدنا نقول نفكر بشكل أكاديمي؟ يعني احنا الآن لما دخلت علينا التكنولوجيا أصبحنا ضمن الحداثة، فبالضرورة أن تنعكس هذه الحداثة على حديثنا، على سلوكنا، على نشاطنا الأدبي والثقافي. ولذلك هنا يصير عملية التقسيم حتى لا نقع في إشكالات. ليس فقط احنا كلنا نحب الاستمتاع، نحب أن نسمع الموسيقى، بس جميل جدا أن نعرف أساسيات هذه الموسيقى. نعم. هذه الموسيقى. لذلك أنا أقترح مرة ثانية عزيزتي نسرين أن يكون هناك يعني محاضرة خاصة عن المقامات العراقية للأستاذ الدكتور محمد القمر. صحيح، يعني نتشرف ان شاء الله. اتمنى ايضا على مود اني ايضا ما اكون مقيد، لان انا هسه من اغني ترك انا اعرف اكون مقيد لانه الوقت يختلف عندي. ايوه نتفق بها فعلا، يعني من حق، لان هاي مشكله لها علاقه بعمليه احترام الاخرين واحترام القوانين الموجوده في بلادنا. بالضبط صحيح. نتفق في يوم يكون هو عنده مثلا الظهر او عند الوقت عند المساء. نعم، هو ممكن نعمل تسجيل مسبق. احنا يكون عندنا الساعه بال 12 الظهر، مو بس اكيد على يوم احد، يعني هسه اعتقد احنا فرق بيناتنا 6 ساعات يعني تقريبا. يس، مثلا بالثمانية مثلا انتوا عندكم بالثنتين الظهر، خوش وقت يعني يكون. اذا تحبون مثلا يكون بالويكند بعد احسن يعني. ان شاء الله ان شاء الله. لذلك يعني هذه واحد ياخذ يعني انا اسمنا غني شلون مثل المستحي. بالمناسبه دكتور جمال، يعني ربما انتم ما تعرفون الدكتور محمد زوجته فريده، سامعين بها؟ سيده المقام العراقي زوجته. واو ما شاء الله. طبعا هي الآن هي التوب رقم واحد في كل العراق. كان لازم نستضيفك دكتور محمد، نستضيف زوجتك المرة الجاي، نستضيفهم الاثنين. لذلك أنا أقترح لما أقول خلوها لسه المقامات، هو الوحدة راح يجيبها. ليش؟ خلاص. هو راح يعزف وهي راح تأدي. نحن بالقطع لحديثك دكتور خير، محترامي لإلا شخصك، نحن بدنا المتابعين يتشوقوا إلى مش بس حلقة يعني حلقة أخرى عن التراث العراقي، بل حلقات أخرى عن التراث العراقي، لأننا في مقدمة هذه الحلقة قلنا أن حلقة واحدة لن توفي التراث العراقي. لا أكيد حلقة. إحنا مستعدين كل أسبوع نسوي حلقة. وأنا أنا بالنسبة أنا شخصياً يعني قبل أسبوعين بالضبط، يعني كان عندي ورشة عمل مع جامعة دياده أكاديمية الموسيقى هناك،
يعني كان المفروض ساعة ونص، فمددنا ساعتين وبعدنا ما مكملين يعني نص المحاضرة ما مكمليها. صحيح صحيح. لا نشهد انه احنا كلنا نعرف يعني العراق خرجت زي ما حكيت في البداية علماء ومثقفين وكتاب واكيد موسيقيين، وهذا اللي اثار الغناء في الفلكلور العراقي. طبعا يعني احنا وصلنا للمرحلة العباسية وبدأنا فيها وحكينا قديش أثرت المرحلة هاي في إثراء الغناء العباسي. دكتور خير الله بدي أرجع أسألك، ما بعد المرحلة هاي الحكم العثماني كيف أثر في الأتراك واللغة التركية واللهجات؟ لا خليني قبل لا أنتقل لهذه الفترة العثمانية، نعم، خليني شوية بالعصر العباسي. ليش هذه الفنون والآداب تطورت بالعصر العباسي؟ لأن البنية الفوقية أي البنية السياسية للنظام العباسي كان مثقف من الطراز الرفيع. نعم. يعني أخذ رشيد، أخذ أبو جعفر المنصور، أخذ المهدي، أخذ المأمون هذا العباسي. شوف نعم. المأمون كان عندهم، طبعا هاي أشرت لها أيضا أنا في مجالس الغناء في العصر العباسي، شوف ثلاث أنواع كان عندنا بالعصر العباسي للغناء: غناء خاص للخليفة، وغناء خاص للعامة، غناء خاص للخليفة، وغناء الحانات يعني هاي ما كل ملاهي، وغناء خاص للناس البسطاء. ذولا كانوا يعقدون غناءهم على أرصفة الشارع في بغداد. طبعا في وقتها كانت هناك قصيدة استودع الله في بغداد لي قمر، في بغداد لي قمر، اي شو اسمه الشاعر مالها نسيته الحين بالي، عمر بن ابي ربيعه، لا هذا اموي، يجي بالي. فهذا كان يعني من شروط الاديب والمثقف والمبدع، قصيده ابن زايق البغدادي. اسمه ابن زايق البغدادي اللي ما انتبه، اللي ما يحفظ قصيدة ابن زريق البغدادي وما يلبس الأبيض ويتأنق بحديثه ويعتبره مثقف. شروط، هذه شروط. وكانت النساء، باي بالمناسبة خلنا سوف تعريضها باعتبار الزميلة نسرين معانا، النساء المغنيات لعبن دور أساسي في عملية تجذير الغناء في المجتمع العراقي. أحد المتصوفة الكبار يقول، عفوا أحد الحفاظ هذول الفقهاء يقول: عندما كنت أدخل إلى الأزقة في شوارع بغداد كنت أضع أصبعية، أصابع مات هذا، أضع أصبعية في أذنية حتى لا أسمع الغناء المنبعث من شبابيك أزقة بغداد. شوف هاي وحدة. عندك أبو حيان التوحيدي في الرسالة البغدادية، وأتمنى كل واحد يقرأ الرسالة البغدادية، يصف لك المشاهد الغنائية في الحانات، يعني هاي الملاهي شلون تدخل المغنية وبأي مقام تدخل وشن البرستيج مالها وأي ثوب تلبس وأي كيف تفتتح الغناء، ويوصف لك الناس عندما يبدأون بالغناء ثم يبدأ الشكر. أما بالشوارع العامة هذول الناس البسطاء الكحيانين يشربون العرق على أرصفة، يسمونها الأرباب، يسمونها الأرباب، يقعدون بيناتهم ويغنون. أحد متصوف يقول تلاميذ ما تسألون، يقول كنا جالسين في معية الشيخ الفلاني فسمع صوتا من بعيد وكان طريح الفراش، قال احملوني، قلنا إلى أين تود يا شيخ؟ قال إذا ذلك الصوت الذي أقر مضجعي. الله، يقول شناه وديناه إلى امرأة في الحانات تغني بويت الخيزران يسمونه عود القضيب، وتغني قصيدة ابن زريق البغدادي: أسمع الله في بغداد لي قمر لقمر كرخ
من فلك الأزرار مطلعه ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وإني لا أودعه. الله الله. طبعا هذا شو شوف هذا سوى هذا متصوف شق ملابسه. شوف انتبهوا لهذه الظاهرة. شق ملابسه كله هو شيخ الناس تقبل إيده من يمشي في الشارع. من يتصور هاي الحالة؟ هذا الحجم العصر العباسي. طبعا هاي صارت كل أهل بغداد ناقلوها كتبوها. أبو حيان التوحيدي أيضا برسالة البغدادية يقول نحن جماعة في الكرخ مو بالرصافة، نحن جماعة في الكرخ جمعنا عدد المغنيين والمغنيات التي يتم الوصول إليهن ويتفاعلون في الغناء وقت الصبا، فحصينا 396 مغن ومغنية فقط في الكرخ. صح كبه فقط في الكرخ، بمعنى ظاهرة الغناء هي ظاهرة حضارية وظاهرة تجاوزت كل القيود. لذلك نشأ يعني إبراهيم الموصلي ونشأ إسحاق الموصلي وطلع زرياب من عندهم وإبراهيم بن المهدي. هذا أخو إبراهيم بن المهدي إيه؟ علية، علية بنت المهدي أخت الرشيد. كانت تغني يعني أنا كبها من الأصوات. تفضلي نسرين. أنا أستاذي أكو طارق حسون فريد عنده كتاب أيضا عن تاريخ موسيقى بغداد، يقول يعني فقط في بغداد كان أكو 150 مدرسة لتعليم الموسيقى والغناء في بغداد. واو. يعني تصور أنت 150 مدرسة، يعني لأنه كان كل عائلة أرستقراطية عندهم الفرقة الخاصة مالتهم والمغنين الخاصة مالتهم، هاي العوائل الأرستقراطية الموجودة في بغداد. أنا في ديلي بالصوت، أنا كنت حابة أتشكرك دكتور خير الله، لأنه أنا كان فعلا سؤالي اللي يعني كنت رح أطرحه عليك أنه ما هو دور المرأة في الفن الغنائي العراقي، فشكرا لك على أنك جاوبتني على السؤال. بالمناسبة أول كتابة كتبة في حياتي كتاب رقم واحد اسمه مغنيات بغداد في عصر رشيد وأولاد، أول كتاب إلي. هلأ بدنا نعرف أسماء، أنا حابة أعرف منك أسماء معينة إذا يعني تستحضر أي أسماء تاريخيا أو حتى تسجيلات مثلا، ما نقول أثرية بس تسجيلات ممكن نسمعها، هل هناك مثل هذا الشيء؟ لا طبعا أنا عندي الأسماء التاريخية أنا حافظها. في يوم الأيام عندنا صديق ويانا أيضا دخل معنا في البرنامج، هو ألمانيا، هذا مختص بكل أنواع الغناء الشعب العراقي، مختص يجمعهم بالموسيقى، يعني يحكي ويقدم لك نموذج شلون الدكتور محمد نظري عملي. لا ذاك هو ما عنده بالعزف الموسيقي بس يعرف يجمع أرشيف جميل جدا عنده عن الغناء. في يوم أنا أتصل بي يعني أسوي كونتاكت وياه وأخليه يدخل ويسوي لنا محاضرة عن هاي المسألة إن شاء الله. يعني هو العراق دكتور، هو العراق يعني معروف ومتميز بهذا التنوع الثراء، يعني شوف تعدد القوميات من العراق، تعدد اللهجات، الأديان، هاي كلها أنطى هذا الثراء في مجال التراث والموروث. يعني شوف مدينة بغداد غنائهم المقام العراقي والمربعات البغدادية، وكان ايضا اكو لون من الرياضه اسمه الزورخان هذا يمارسوه وفق يعني مع غناء المقام العراقي، هاي فقط في بغداد. شوف من تروح الى الموصل اكو اغانيهم الخاصه بالموصل اضافه الى غنائهم للمقامات العراقيه ايضا في الموصل. دكتور محمد تعطينا امثله على الفروقات هاي في عندك؟ نعم تقدر تعطينا أمثلة مثلا كيف المقامات في بغداد كيف المقامات في الموصل؟ هو أكو اختلافات بسيطة، يعني شوف مثلا المقامات البغدادية احنا قلت لك كنا نسميها في الموصل مثلا من يغنون الرس أكو بعض القطع والأوصال، شلون قلت لك مثلا المقام العراقي أسلوب غنائي يتميز بالقواعد والأصول على قارئ المقام أن يتمسك بهذه القواعد والأصول، وكل قارئ لا يتمسك بهذه القواعد والأصول لا يطرق عليه كلمة قارئ مقام. بس أكو مثلا في كربلاء أيضا كان بشكل بسيط يقرون المقامات،
في البصرة طريقة أداء المقامات مع الإيقاع الخشابة. يعني مثلا مهسا أنا ما أقدر أعطي نموذج لأنه قلت لك الوقت شوية الصوت صحيح أوكي. إيه شو هو الخشابة في البصرة؟ في البصرة طريقة أداء المقامات على إيقاع الخشابة. يعني إحنا ببغداد مثلا من نغني على إيقاع اليقرب، شوف إيه الإيقاع يقولك 12 على 4، الخشابة إيقاع 4 على 4. من تروح إلى كركوك شوف مقامات المشهورة عندهم في كركوك وفي أربيل وسليمانية، مقامات القوريات، مقام الزازة، هاي المقامات الخورشيدي، ذني المقامات اللي الكراد معروفين بها، الكراد والتركمان. من تروح أنا قلت عزيزي الدكتور جمال، أنا قلت يجب أن نخصص حلقة خاصة فقط بالمقامات. يعني هسه إحنا مثلاً الألوان الغنائية بالعراق. هاي حجزت هاي 100%. يعني شوف بالعراق مثلاً عندك المقام العراقي، عندك الأطوار الريفية، الأطوار الريفية صح. يعني أكثر من 60 طور ريفي عندك. الغناء صحيح. بعدين تروح للغربية منطقة الرمادي ومنطقة تكريت عندهم نسميه الغناء البدوي أو الأطوار البدوية صحيح. يعني كل منطقة بالعراق لهم فولكلورهم وتراثهم الخاص طبعا. نعم باختلاف الجغرافيا أكيد. إيه نعم يلا نؤكد الاقتراح ونثبته على أنه نسوي حلقة بالضبط. خاصة للدكتور محمد القمر للمقامات العراقية فقط. هذا تخصصي لأن أنا هذا تخصصي، يعني الماجستير والدكتوراه مالتي أخذته في مجال المقامات العراقية. نتشرف يعني استفادت معلومات من الدكتور خير الله مرجع تاريخي يعني. الله يجيبك. أنا مؤرخ للفن ومؤرخ للثقافة ومؤرخ نعم. للعلوم والسياسة والأدب في كل العراق. يعني أنا قلت نعم منك. شتين كتاب. هنا شتين كتاب تاريخ العراق. كلها في تاريخ العراق. ما خرجت عن العراق. أنت مفخر يا دكتور خير الله. وإحنا نفتخر إنك موجود عندنا. تسلم. فلذلك يعني الآن ممكن تسألون. يعني خلونا نتوقف الآن. أعتقد في مجال خاف بعض الأخوة يسألون بعض كذا إلى آخر. سألوا عن العصر التركي أو العثماني. العهد والله العصر الحكي بيناتنا العصر العثماني أنا ما قابله. ليه؟ ما قابله بمخي ولا قريته، لأن أسس التخلف للعرب وللمسلمين كان في العهد العثماني. طيب حنط عنه طيب 500 سنة تخلفنا بها عن الركب الحضاري. خلنا نحكي طيب عن الحداثة اللي هم الحديثين، ناظم الغزالي، المغني النجم إلهام مدفعي، هذول كلهم أنا الأستاذ محمد مو إلي، عند الأستاذ محمد يلا. حتى كاظم الساهر يعني اتوقع من الناس اللي وضعوا بصمه هذه كلها محمد دكتور محمد يعني احنا هنا من نجي نحكي بالضبط بدي احنا من نبدي هي ماكو مدارس المدرسه الكلاسيكيه القديمه اللي بدت بدايتها مثلا بالقرن الثامن عشر اللي بدا من شلتاغ كان قارئ مقام شلتاغ ايضا واحد من اشهر قراء عصره يعني كان بعدين اجى بعد جوي احمد زيدان كان الى مدرسه خاصه في قراءه المقام يعني كان مدرسه احمد زيدان ومدرسه ملا عثمان الموصلي نوصل مرحله نهايات القرن التاسع عشر مدرسه رشيد القندرشي ومحمد القبنشي دول كل واحد مدرسه محمد القبنشي كان يدعو الى التجديد رشيد القندرشي كان متمسك بالطريقة القديمة وكانوا متنافسين فيما بيناتهم محمد القبنشي غالبية قراء المقام العراقي من القرن العشرين كلهم من تحت عباءة القبنشي اللي هو كان يدعو إلى التجديد يعني ومن ضمنهم يوسف عمر ومن بعده أيضا ناظم الغزالي اللي كان إلى الأثر الكبير في نشر الأغنية العراقية وقدم المقام أيضا بأسلوب واختيار كان اختيار للقصائد القريبة للأذن العربية يعني نعم. اللهجة البغدادية إذا مثلا أو اللهجة الجنوبية البغدادية القصائد والأشعار يعني الشعر الأزهري
يمكن في معظم العالم العربي يعني غير مفهومة. فكان يعود الفضل إلى الغزالي من كان يختار القصائد التي السهل الممتنع حتى في موضوع تلحين الأغنية لتوصيلها للإذن الموسيقية العربية يعني. فاختياره لقصائد أبو فراس الحمداني والبهاء زهير وابن الفارض قصائد كان تؤثر في عند المتلقي العربي، فكان له دور كبير إضافة لوجود ملحنين كبار معه وكاتبين للأغنية كتبوا طريقة الأغنية بحيث أنه السهل الممتنع اللي يفهمه كل العرب. يعني مثلا شوف من طالعة من بيت أبوها، صحيح، طالعة من بيت أبوها رايحة البيت الجيران، يعني العرب يفهمون. يعني مثلا سرعاني أقول لكم أغنية، البيدي والبلقاع والعلم توني منكر ودادي هواي لو قطعاني، هذا العربي شلون تعال شلون فهم شنو المعنى مالته؟ هذا كله سمعنا شعر دارمي، وكان كان تأثيرات جبوري النجار، الشاعر جبوري النجار، وعفوا الشاعر الآخر جبوري النجار وعبد الكريم العلاف، كان لهم الفضل الأول في كتابة الأغنية اللي توصل لكل المتلقين العرب. والملحنين أيضا ناظم نعيم كان وسالم حسين، كان لهم دور في بناء وبناء أغنية حديثة توصل يعني نابعة من المقامات العراقية، لذلك تشوف بها الهوية العراقية وسهلة الوصول إلى المتلقين العرب. يعني فأكثر يم العيون السود ذني كلن، بالمناسبة ذني دكتور خير الله ذني كل تنزيلات الملا عثمان الموصلي، تدري؟ صح صح صحيح جدا. يعني مثلا زوروني كل سنة مرة، حفظها من عند السيد درويشي عراقية. صح يعني هي زوروني كل، هي بالأساس تنزيلة دينية، تنزيلة دينية قبر النبي مرة. هو السيد درويش حفظها من عند اللحن، راح سوال زوروني بالسلامة وسجلت باسم سيد درويش، مع العلمية العراقية مع الملا عثمان الموصلي. مثل أغنيات العين مليتين اللي احنا بنغنيها بلبنان وسوريا وفلسطين، أغاني كل أصولها عراقية نسبوا. يعني مثلا عاصي قبل فترة من غنى أغاني يعني يقول من التراث، مع العلم ملحنها موجودين يعني لحد نعرفهم احنا من رضا علي أو ملحنين كبار ذولا وصلوا الأغنية العراقية يعني في وقت رضا علي كان عباس جميل، الحانهم جميلة يعني وصلت للناس، بس نسبوها للأسف يعني من التراث العربي. ليش؟ يراتب على عبوية عراقية. إعلامنا العراقي، عفوا ست نسرين، إعلامنا العراقي ليس في مستوى هؤلاء الكبار. نعم. لو كان عندنا وزارة إعلام، أنا البارحة كتبت مقال على الصفحة مالتي عملية شلون هذا الواحد مسوين أسد قدام مدينة النجف وكذا وفي شغلات وشالوه نتيجة محت رضاه، بينما واحد نحات عراقي بالناصرية ناحت لك جودية هذا الملك البابلي وناحت لك واحد آخر يعني في دقة ما حد يعرفهم دول الناس يعني. فالإعلام العراقي لو عدنا وزارة إعلام في مستوى وزارة الإعلام المصرية مثلا لكان العراق الآن يوازي الإعلام والثقافة والغناء والأدب المصري، لأن إحنا عدنا في قصيدة اللي مرفر نواب دي وصف هاي الحالة يقول تعلل فالهوى عللوا وصادف أنه ثملوا وكاد يشف لطيب منبعه ومانع الخجل عراقي هوانا وميزة فينا الهوى خبلوا يهب العشق فينا في المهود، احنا بعدنا بالمهد يعني، يهب العشق فينا في المهود وتبدأ الرسل. غناها رياض احمد. اي غناها رياض احمد، بالمناسبة رياض احمد كان صديق الله يرحمه، صديق الله يرحمه، من اجمل الاصوات. والله
لذلك شوف أي تقاطعات الآن إحنا بيها، لأن وقفنا الحديث الآن ندخل بالتقاطعات. بالمصطلح الشعبي بالعراق نسميها مشيتيخات، يعني تداخلات بشكل غريب. فالآن بكم فنانة عراقية بتعجبك بصوتها إن كان قديم أو حديث؟ والله أنا كنت أميل إلى أمل خضير، واحدة من أصوات جميلة من أهل البصرة هي. اي اختها ممثله معروفه سليمه خضير معروفه. اي هو عائله فنيه كلها. أيه اصوات جميله. يعني انت ست نسرين لو تسمعين السيده فريده زوجة الدكتور محمد تنسين الكل. هذه بدنا حلقه يا دكتور محمد انت وزوجتك اكيد 100%. شغل كثير حلو لما يكون الفنان متزوج من فنانة وهي لها عطائها الفني وأنت لك عطائك ويجتمع العطائين مع بعض يكون عطاء أكبر. بقول فريدة محمد علي شوفيها سماء ما لها والقرآن تشود الكل من تجي يعني احنا نسكت من تجي فريدة. أنا ما أعرف يعني موضوع الوقت يعني لأنه كلش تأخرت هسه. إذا يعني ممكن إنه مثل ما تفضل دكتور خير الله نشوف لنا وقت آخر وأنا بخدمتكم بس الوقت كلش تأخر عندي. أي صح. مش مشكلة. هسه بالأربعة ونص الصبح تدرون. الهولندي عندك الجمهور الهولندي يا دكتور محمد لما بيكون في عندكم حفلة مثلا تراثية عراقية كيف الإقبال من الجمهور الهولندي وأيضا الجمهور العراقي المغترب؟ إحنا هنا في هولندا يعني قدمنا حفلاتنا على أكبر مسارح هولندا يعني وحتى أنه واحدة من الحفلات كان في حضرة ملكة هولندا يعني في قصر الملكي قدمنا الحفل وكانت من الحفلات اللي خلقت لنا أيضا شهرة كبيرة في هولندا يعني لأنه قدمنا مع الأوركسترا السيمفوني ميتروبول قدمنا عمل مشترك أنا والمؤلف ثيو هوك قدمنا سمينا لقاء الحضارات يعني عملنا ميكس بين المقام وبين هو اللحن الغربي خلينا نقول مع الأوركسترا. الأوروبيين هنا أكو الآن توجه يعني لمعرفة تراث الشعوب يعني غالبية المهرجانات تختص بموسيقى وتراث الشعوب فهم الموسيقى احنا قلنا هي من أكثر الفنون تأثرا وتأثيرا والموسيقى الآن هي اللغة المشتركة بين الشعوب فهم يسمعون الموسيقى ولكن أيضا في نفس الوقت يعني من خلال الموسيقى توصل لهم المشاعر اللي يغنيها القارئ أو من خلال الموسيقى العراقية اللي نعزف لهم إياها. ففرقة المقام يعني حقيقة في مهرجان ويمكس 2001 اللي أقيم في مدينة روتردام حققت نتيجة كبيرة باختيارها من ضمن أفضل 14 فرقة بالعالم للصعود على خشبة مسرح ويمكس. ويمكس مسرح مهرجان ويمكس يعادل مهرجان كان السينمائي يعني ولكن هذا في تخصص الموسيقى فيعني الحمد لله الفرقة حققت نجاحات كبيرة عبر تاريخها من سنة 97 عندما استقرنا في هولندا ولغاية الوقت الحاضر يعني. دكتور خير الله هل الفن العراقي الكلاسيكي بالتحديد هل هو في خطر؟ هل ترى أن هناك خطورة محدقة يعني الفن العراقي مستحيل مهما كانت الظروف؟ ليش؟ يعني الفن العراقي بشكل خاص لا خوف عليه لأن انولد الحزن مع الغناء. هذا الحكي من العادة السومري. كيف هاي المسألة؟ ملحمة قلقامش انتبهوا لهذا الحدث والاسم. قلقامش عندما انقتل صديقه أو ما صديقه أنكيدو أمر اعتبار هو ملك مال بابل أمر النساء أن ينحن عليه 7 أيام ومن تلك الفترة بدأ النواحي العراقي وحتى هذه اللحظة. لذلك من يصير نوح من يصير كذا متعلم المرأة العراقية وفي كل نوح ينولد إحساس جديد بالفن أكيد. وبالشعر يعني قبل يومين كتبت على صفحة مالتي هذا بيت دارمي الدكتور محمد يعرفه هو خاص للغناء أكثر شيء وللبستات أقول بيه
شلون بالله مسودن، تعرفون يعني مخبول، مخبول مسودن وجاك يريد بوسه من العيون. الله شو تسوي له هذا مجنون؟ مسودن وجاك يريد بوسه من العيون، شلون البصر وياه وتتعامل شلون؟ 64 واحد كتبوا وعدي ردوا علي بأبيات شعرية. واو. هو هذا الدارمي، هذا هو. شوف بالمناسبة المرأة العراقية هي التي أوجدت الدارمي هذا اللون، نسميه شعر البنات. المرأة مش الرجل. جايك علي هزيك ياها. شوفي هذا اللون هو للنساء، بس الرجال أخذوه وتوقوا بيع النساء، بس ظل هو بس المرأة. شوف هذا البيت اللي يحكي دكتور محمد، وحدة تقول امرأة تقول والبيدي يعني شايلته على ايته، والبلقاع ابنها اللي انشدل بذيالها، والعلم تون، وحط واحد اخر على كتابه ثلاث اولاد. البيدي والبلقاع والعلم توني منكر وداد هواي لو قطعوني. لا قطعوني المرأة امية لا تقرا ولا تكتب، تبي علي المرأة لا تقرأ ولا تكتب. شوف هاي وحدة ثانية مرأة عجوز تفر بالجاروشة، شو سموها احنا نسميها الرحة المجرشة الرحة. ايه او المجرشة احنا نسميها الرحة، هي الرحة الاسم الفصيح. شو تقول امرأة عجوز هاي قديمة؟ شوف لذاك اقول لك تحس ان شقد ما يبر. طبعا احنا كل تاريخنا حزين. شو هاي امي تسولف لي، أمي من أهل الجنوب أيضا من أهل العمارة، تقول كنا انفز ويطرت النجمة، تبه للعبارة ويطرت يعني بقت السحر، انفز ويطرت النجمة حتى نطحن الصبح الشعير والحنطة ونسوي منه خبز نطيل للناس أو للعائلة. شو تقول هاي المرأة؟ تقول ما تنسمع رحاي بس سيدي يدير، أطحن بقايا الروح مش أطحن شعير. الله أكبر. هاي شلون تفسر؟ شوف البعد النفسي يعني هاي نتيجة انشغالها الفكري، وهي تطحن طبعا على الجاروشة ما تعرف بيه شو تسوي، لأن الهموم مالتها وأحزانها تغلبت على الآلة الميكانيكية الموجودة بيتها. شوف أطحن بقايا الروح مش أطحن شعير. بل بربط هذا لو إجا واحد فيلسوف شلون يفسر هاي المسألة؟ هذا علم. هذا تعذروني لأن الحديث وياكم جميل جدا، بس دكتور محمد اسمحوا لي يعني، بس قبل ما تروح فجر عندي ترى قبل ما تتركنا بدنا ناخذ وعد. اسمحوا لي يعني بالنسبة لي اسمحوا لي بدنا ناخذ وعد عشان المقامات. وعد ان شاء الله نلتقي مع بعض. السيده فريده تحياتي لك بالدول خلاص، تحياتي لك جمال الاخت نسرين، لكل الاخوه اللي معانا دي يسمعون الان، وارجونا وتقبلون اعتذاري لانه فارق الوقت هواي. مع السلامه. الله معك. من دخل معانا اهلا وسهلا محمد جمار جميل يا حسانه بنصكم لعبوا بي قنب انا الشيء انت وين وردات ما تعرفونها. يوم من الايام نسوي لنا محاضره عن اللهجه العراقيه. اكيد انا من محبين اللهجه العراقيه ومن محبين الدولمه العراقيه كمان. في حدا هون معنا اليوم اكل دولمه عراقيه لوحده؟ شوف هذا ايضا تدخل بالفلكلور او التراث. تقول كلمه تراث اجو ان افهمها، كلمه لا. تراث تعني كل ما يدخل في بنيه الانسان في حياته اليوميه. صحيح. والثقافه الشعبيه تعني الاكل والملبس والعادات والتقاليد والمعتقدات الروحيه والدينيه والتراث العملي، هذا كلها تدخل في مساله التراث. صحيح. الأكل جزء من التراث يعني المطبخ الشرق الأوسطي، المطبخ التركي هو المطبخ رقم واحد. ثم بعدين المطبخ السوري ثم اللبناني ثم العراقي. العراقي يتميز بالدسومة، نحب الأكل الدسم.
كله دهن ودسم ولحوم. صحيح. هذا التشريب. يا دكتور إذا أنتم تفطرون باكر. أي طبعا. صحيح. هذا فطوركم. عليها نكتة بس ما محظورة. عليها نكتة دول الأخوان السوريين صارت العلاقات السورية العراقية انفتحت بال79 أعتقد. صار يعني شهر كامل بيناتنا كنا بيها طلعت أنا من العراق. السفر إلى سوريا عن طريق الهوية الشخصية من غير جواز. نعم. السوريين إجوا راح على العراق ونزلوا في منطقة احنا نسميها ساحة الفردوس بها سينما الفردوس ومناطق شعبية بمنطقة الرصافة. هناك خاصة للعتادين ذيك المنطقة شارع الكفاح عتادين وحدادين ونجارين وسواقين. نعم. يقعدون بالفجر يعني وهذا تعرف شنو العتاد يعني فيحط له شيء 150 كيلو على الكتف ويصعد بيه السيارة وينزل فيراد له أكل فما ياكل مثل يعني أبناء المدن ياكل قيمر أو ياكل جبن أو ياكل زيتون لا بده تشريب احنا من الباقي ده بالمناسبة نعمل تشريب تسمعين بهاي المسألة طبعا من الباقي ده تشريب باجلة نسميه ايه وطبعا في هذا إلى فد وقع خاص من الصباحيات هذا أكلة الباجلة هاي عندنا نحن بالبيت يعني من الأساسيات هاي أيضا من التراث البغدادي أيوة في تراث بغدادي في تراث الموصل عندنا متخصصة ب الكبة الكبة الموصلية نسميها الكبة كبة الموصلية ولا في بلد عربي أو بلد شرق أوسط يستطيع يسوي كبة مثل ما تسوي المرأة الموصلية تختلف عن الكبة الشامية تختلف اختلاف جذري تماما يعني احنا الكبة عديرة جدا مثل القرص الخبز تماما أي الكبة الموصلية الكبة العراقية يعني بيه أنواع جميلة جداً هاي عندي رادلها في يوم نسوينا فد أنا أم على تليفوني صراحة من الحديث على الأكل فانفصل الشباب بقول لك جاعوا في جوع صار يا ستي مو مشكلة لكن دكتور خير الله أنا عندي لك سؤال هل لك عتب على وسائل الإعلام العربية بما يختص بالتراث العراقي أو بما يختص بالموسيقى العراقية والله هي مو فقط الموسيقى بل كل يعني احنا نعتي نقول بالمناسبه اردت كل ارقام بغداد الوحدة بها 10,000 شاعر شعبي واو جمعيه الشعراء انا واحد بيوم فقط بغداد 10,000 واحد من غير النساء يعني النساء يقول لك عيب وكذا الى اخره ما مسجله بهم انا عندي 2 من بناتي 2 شاعرات مين من بناتي بنجع بس ما مسد اسمها هي من زوجات وعندها زوجها ما يقبل تكتب شعر ما يقبل زوجها تكتب شعر بس هي بينه وبينها تكتب لي زين الله هذول هذا على صعيد الاعلام الادعس اعلام بالعالم العربي هو الاعلام العراقي ما عرف يوصل لا مفكر ولا اديب ولا سياسي ولا مبدع ولا موسيقي يوصل الى العالم ابدا بالعكس الاعلام ضد المبدعين العراقيين تاريخيا إلا بفترة قصيرة بزمن عبد الكريم قاسم شوية انتعش وصار بدأ لكن الآن يعني بزمن البحثيين إذا مو تكون بحثي أنت ما توصل للإعلام والله دكتور خير الله يعني أنا من خلال بحوثي وقراءاتي أيضا يعني قرأت أن الفترة الذهبية للعراق كانت في السبعينات فهل تأثر الفن بهذه النهضة أو بهذه الفترة الذهبية جميل شوفي هاي فترة السبعينات فعلاً هي كانت الفترة الذهبية ليش؟ يعني صار تقارب سياسي بين مختلف الأحزاب السياسية صحيح. حزب البعث هو يقود السلطة وسوى أول مرة بحياته جبهة وطنية دخل بها شيوعيين ودخلوا الأكراد ودخلوا بقية القوى فصار عملية تسارع بالفن تسارع بالإبداع تسارع بالأدب تسارع بالثقافة انفتحت العراق كل العراق وفترة السبعينات أنا واحد من أبناء السبعينات أعتبر نفسي يعني تطور الشعر العراقي بشكل مذهل تطور الغناء تطور النقد تطورت القصة تطورت الرواية ظهر عندنا يعني أنا ابن مدينة الثورة يسمونها هي منطقة خلف منطقة شعبية مع العشوائيات مدينة إحنا بيها
بها فقط من الأدباء بحدود يمكن 3500 واحد، مدينة عدد نفوسها بحدود 2 مليون إنسان. يا الله يا الله، أقسم بشرفي أريد أقولها للعلم، المرأة العراقية عندها بهاي هاي مدينة شعبية ما تقبل الغزل إلا بالشعر. يا عيني. وإذا تغزلها بشيء آخر تضربك بالشارع. قطعا أنا أقعد حكي، أنا مجربها بنفسي يعني. المرأة العراقية ما تقبل إلا 3، الشاعر والمغني والكريم. نفس صفات الرجل، واحد من أنت تقبل المرأة. ما هل تتغزل في زوجتك دكتور؟ ها؟ هل تتغزل دائما في زوجتك بالشعر؟ أجمل قصيدة كتبتها لزوجتي. نعم. سمينا. طبعا أنا طلعت لحد الآن ما شايفه بالمناسبة. صاري أنا بحدود 41 سنة خارج العراق. والله يعني. فهاي كل نسيت المطاردات البعثيين كذا. فأنا طلعت بالسنة الأولى، طلعت من بغداد إلى سوريا وإلى لبنان ثم إلى اليمن. فهي كانت حامل ببنتي، بنتي الآن شاعرة موجودة على الصفحة مالتي اسمها شوق سعيد، تكتب حلو كلش حلو تكتب بنتي. يعني طلعت وهي هاي بنتي حامل بطن وما 3 أشهر. يا الله. فبعد انقطاع حوالي سنة ونص جتني رسالة قالت لي أنا جتني بنت سميتها أشواق، فكتبت قصيدة اسمها أشواق من الغربة. نعم. قصيدة طويلة ويعني مو وقت. سمعنا بيتين منها دكتور. أقول لقيتك مثل نبع الماي صافو للشرابيح، لقيتك شذرة للمحبس نجمة وبالظلام وتهل، يا شريان النبض بالروح شلون أرواحنا تمحل، حملتك قهر وفراق حزن وضيم تاليها الوقت ممحل، الدنيا تريد رادتها خبيثة وما أظنها تمل، وأنا يا حبيبة بهويتي سائح وأنشط قضيتي، وقصتي قصة وأنت قصة وشعبي قصة ووقتي غصة، شاشنه العمر وشبيه لو صار العمر نصة، نصة يعني منحدر، شاشنه العمر وشبيه لو صار العمر نصة، يا حبيب العمر منذور الشعبي ولك حصة. يا الله. نطريني شايل الوردة ولك ملهوف، وغني لك عتبة وليل، أسمعك نايل أحزان بليال الخوف، أورجت على الجروح إش قد أشوفك بالقلب كم حد، أراويك الصبر لوين بي يمتد، سفينة وشله بي الموج ما فاد الجزر والمد، حرج شحتي شسولف والدموع سيل، ليل الغربة بيبعد حنين وشوقي السخران ما ينعد، تظنيني أنسى سوالف العشرة وليالينا بهزل وبجد، هيهات الوفي يرتد هيهات القلب يرتد، عزيزة ونبع لسوى الروح من دم الغصن يورد، يكل شنتي يكل شنتي يا نبع الماي يكل شنتي. نسيت القصيدة طويلة على كل حال لازم أطلع. يعطيك العافية دكتور. قصيدة غزيرة بالمشاعر واضح جدا يعني. طبعا لا هي يعني احنا ربينا صغار، هي بنت عمي يعني وحبتني، هي حبتني وانا ما ادري بيها. والحب ما قتل يا دكتور. وانا ما لحد الان ما زوجت غيرها رغم انها طلقوها البعثيين يعني. نعم. واحد تخلط من عذاباتهم يومية ويعني يجلبوها للمركز ويحققوا وياها وكذا. دكتور احنا لا يمل معك الحديث، وانا زي ما حكينا لما نتكلم عن التراث والغناء العراقي نتكلم عن ساعات وساعات، وان شاء الله سنكون مع الدكتور محمد في حلقة خاصة عن المقامات، ولكن احببنا ان نشكرك شكرا جزيلا ونشكر الدكتور محمد. تسلم. أعطيك آخر دقيقة توجه فيها كلام للجمهور أو للمشاهدين اللي كانوا معنا. والله أولاً شكراً لكم ولهذا البرنامج الجميل، وبالحقيقة هي نافذة نطل من أتنا إحنا لناس بالخارج، يعني إحنا ننتمي إلى بلدان مختلفة، وبالحقيقة
الشعراء المقترب اللبناني الأوائل اللي سبقونا لشكلوا الرابطة الأدبية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان المنفى بالأرجنتين وغيرهم، كانوا شكلوا هذه يعني أقل من هذا بالإطلاق، انتشروا وجامعة الرابطة القلمية يعني من جبران خليل جبران والآخرين بدأوا هكذا. فجميل من عندنا أن هذا البرنامج نتواصل به ونطوره بشكل صحيح ونخلق منه في أفق معرفي ثقافي إعلامي لكل المثقفين والأدب. صور أنا قلت لك عندي الآن 62 كتاب، وزارة الثقافة العراقية ما نشرت لي ولا كتاب حتى الآن ولا كتاب. علما أن كل كتاباتي عن العراق. فلذلك يعني أنت موسوعة دكتور، ونحن نفتخر أنك كنت معنا، وإن شاء الله حتكون معنا في حلقات أكيد ثانية، لأنه يعني لم نكتفي من جمال حديثك ومن حلاوة شعرك ومن علمك الواسع. نسرين، طبعا أنا بدي أشكر دكتور خير الله على المعلومات القيمة والغزيرة التي أثريتنا بها هذه الليلة. طبعا نحن في قناة كنار نستضيف ضيوفنا طبعا، ونسمح لهم مساحة كبيرة وشاسعة للتعبير عن أنفسهم طبعا وعن آرائهم الشخصية يعني، ونحن قناة ديمقراطية طبعا وقناة عائلية، ونهتم بالبرامج التي تثقف الإنسان العربي الذي يعيش في المحشر. وأيضا من هنا ندعو جميع العراقيين الذين يعيشون في المهجر المحافظة على هذا الإرث والتراث الغني وتوريثه أيضا لأجيالهم القادمة. دكتور خير الله شكرا لك، وإن شاء الله بيكون لنا حديث آخر معك وحلقات قادمة، ونتمنى أن تحدث هذه المعلومات أيضا تغييرا عند العديد من الناس الذين لم يكن لديهم المعرفة الكافية بالتراث العراقي، فهذا هو هدفنا في قناة كنار. شكرا لك. شكرا لكم. طبعا باسم كنار نشكرك نحن، وحابب أقرأ لكم أربع بيوت شعر قل العراق من قصيدة قل العراق، أحببتها ودغدغت مشاعر. أبشر عراق فإن مجدك راجع، نظرا عليه من الجلال برود، والمجد أنت وأنت عنوان له، ما لاح صبح أو شدى غريد، وهف الفرات لدجلة وتلاقيا، صبا يلاقي الصب وهو عميد، وتذكرت بغداد سابق عزها، وتذكرت بغداد سابق عزها، والسعد فيها طارف وتليد. جميل جدا، شكرا لكم، تشرفنا بكم، وإن شاء الله نراكم في حلقات غدا الساعة 7 والساعة 9. تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم، مع الله. I think we are offline. No, we're not offline. We're not offline. No. في مشكلة لو تطلع. Okay.